السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن أبعاد بطاقة الأداء المتوازن. تعتبر أداة قياس الأداء المتوازن من الأدوات المستخدمة في التخطيط والتقييم الاستراتيجي لأعمال المشروعات. لذا فبطاقة الأداء المتوازن تعرف بأنها أداة استراتيجية للتخطيط والتقييم والرقابة، يتم من خلالها ترجمة أهداف المشروع وخططه واستراتيجيات إلى مجموعة من مقاييس الأداء الشاملة. وبذلك فهي تشتمل على 4 أبعاد رئيسية: البعد المالي اللي هو المجال المالي، كيف نستطيع أن نكرم المستثمرين بتحقيق أرباح للمحافظة على حصتنا في داخل السوق ومنافستنا. بعد المجال العمليات الداخلية، ما هي العمليات الداخلية الواجب التركيز عليها لتحقيق أفضل أداء؟ مجال التعلم والنمو، نتكلم عن تطوير واستهداف الموظفين في داخل المشروع وتطوير الإبداع والابتكار لديهم. مجال الزبائن، من هم الزبائن الذين سنسخر طاقاتنا وجهودنا لخدمتهم وإرضائهم. إلى فقرة أتعلم، سميت بطاقة الأداء المتوازن بهذا الاسم لاحتوائها على عدة أبعاد مالية وغير مالية متكاملة معا، بما يحقق التوازن بين هذه الأبعاد. فلا يمكن أن نركز على بعد من هذه الأبعاد ونهمل الأبعاد الأخرى في داخل المشروع، وهذا بالتالي يسهم في تطوير الأداء الحالي والمستقبلي، ويربط بين الغايات والأهداف الاستراتيجية وكذلك الأنشطة والفعاليات والخطط القصيرة الأجل للمشروع. ننتقل الآن إلى نشاط 2، أبعاد بطاقة الأداء المتوازن. يملك نزيه مصنعا لصناعة البلاط البلدي الفلسطيني في مدينة يافا الفلسطينية، وذلك منذ عشرات السنين، حيث وضع الهدف الوصول إلى مرتبة المصنع رقم 1 في صناعة البلاط البلدي في فلسطين كهدف استراتيجي لمشروعه. وقام بوضع مجموعة من الأهداف الفرعية التي تسهم في تحقيق ذلك، والمطلوب تصنيف هذه الأهداف إلى بعد مالي وبعد الزبائن وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو حسب علاقتها بأبعاد بطاقة الأداء المتوازن للمشروع. أهداف بطاقة الأداء المتوازن الفرعية والإجابة عليها: زيادة معدل الأرباح السنوية بنسبة 5% خلال 3 سنوات القادمة. هنا نتكلم عن بعد مالي لأننا نتكلم عن أرباح. الاستحواذ على زبائن جدد عبر ابتكار استخدامات جديدة للبلاط، نتكلم عن الزبائن. بعد الزبائن، إدخال تقنيات جديدة في صناعة البلاط بما يسهم في تخفيض الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، نتكلم عن بعد العمليات. تخفيض تكلفة الإنتاج للمتر المربع الواحد من البلاط بنسبة 3% عبر السنوات 5 القادمة، نتكلم عن بعد مالي لأنه يخفض من التكاليف. السعي لإدخال تقنيات القصب الليزر للتقليل من أخطاء التصنيع في منتج البلاط. بعد العمليات، زيادة رضا الزبائن عن منتجات المصنع من البلاط بنسبة 20% خلال السنوات 3، نتكلم عن بعد الزبائن. زيادة سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن عن طريق فتح نقاط بيع في محافظات الوطن كافة. بعد العمليات، تخفيض عدد أيام التسليم من 10 أيام ل3 أيام للطلبية الواحدة من البلاط. بعد العمليات، السعي إلى زيادة التزام العاملين بأهداف المصنع بما يسهم في تحقيق رؤياه. بعد التعلم والنمو، إعطاء هامش حرية للعاملين لتجريب خلطات مختلفة جديدة للوصول إلى منتج ابتكاري من البلاط. بعد التعلم والنمو. تعرفنا على النشاط وتعرفنا على الأبعاد 4 لبطاقة الأداء المتوازن. نلاحظ أن أبعاد بطاقة الأداء المتوازن يتم ترجمتها إلى أهداف فرعية، يسهم كل منها بدوره في تحقيق الهدف الكلي للمشروع. لذا فإن كل بعد يشمل أهداف فرعية متعددة. لاحظ أول بعد اللي هما عندنا 4 أبعاد. البعد الأول الأهداف البعد المالي مثلا، يمكن أن تشمل الربحية ومعدل النمو في المبيعات وتخفيض التكاليف. إذن يركز البعد المالي على التكاليف على المبيعات ويشمل أيضا الربحية. أما في بعد التركيز على الزبائن فتشمل زيادة الحصة السوقية وزيادة رضا الزبائن، في حين نجد أن الأهداف في بعد العمليات تشتمل على تحسين خدمات ما بعد البيع وتحسين جودة عمليات التصنيع.
لذلك تسعى في بعض العمليات أن تحسن خدمات ما بعد البيع، يعني خدمات التوصيل، الصيانة وما شابه ذلك، وتحسين جودة عملية التصنيع مما يقلل الهدر في الموارد، ونتكلم عن الكفاءة، وكذلك يسهم في تخفيض التكاليف ويحقق السرعة في الاستجابة لطلبات الزبائن. أما عندما نتكلم عن بعد التعلم والنمو، فمن أهم الأهداف تمكين العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتحفيزهم على العمل. ينظر البعض إلى أبعاد بطاقة الأداء المتوازن على أنها متضاربة، بالقول إن بعد التعلم والنمو وما يتطلبه من تكاليف تعليم وتدريب العاملين وتطوير العاملين في المشروع يتعارض مع البعد المالي، وما يتطلبه من تخصيص مبالغ ومخصصات مالية أكثر ما يسهم في تخفيض مبالغ الأرباح على المدى القصير. ولكن من منظور استراتيجي آخر طويل المدى نجد أن هناك تكامل بين البعدين، إذ أن مزيدا من التطوير على قدرات أو مهارات العاملين سيقود في نهاية الأمر إلى تخفيض تكلفة منتجات المشروع وتحقيق مزيد من الأرباح. هنا قد يظن البعض أن هناك تعارض بين البعد المالي وبعد التعلم والنمو. هناك الكثير من المؤسسات أو غالب المؤسسات تسعى دائما إلى تطوير موظفيها وتطوير الكادر مما يزيد من مهاراتهم وخبراتهم، ولكن هنا لكي نطور من خبرات ومهارات العاملين نحتاج إلى مبالغ كبيرة. أين تذهب هذه المبالغ الكبيرة؟ هناك رسوم للتدريب، رسوم للمدرب، رسوم للمكان الذي يتم الاستضافة فيه، هناك مصاريف ضيافة، ربما يحتاج الموظفين إلى السفر خارج المدينة إلى مدينة أخرى، واستئجار فنادق واستئجار فندق لعملية التدريب، وهذا يكلف المؤسسة المبالغ الكبيرة. طب أين التعارض يا أستاذ؟ التعارض أن البعد المالي يخفض من التكاليف وبعد النمو يزيد من التكاليف. يعني هنا عشان ننفق ونطور من مهارات العمال بدنا نزيد من التكاليف، نعم على المدى القصير تقل الأرباح، لكن على المدى الطويل هناك الموظفين أصبح لديهم مهارات عالية في التعامل مع الزبائن، مهارات عالية في استخدام الآلات، مهارات عالية في التصور والإبداع والابتكار وتطوير المنتج، وذلك يحقق للمؤسسة على المدى البعيد أرباحا كبيرة، أرباحا هائلة تعوض المبالغ التي تم إنفاقها وتم خسارتها على المدى القصير، تتم تعويضها على المدى الطويل، ومما يزيد من قوة المنافسة ومن الحصة السوقية للمؤسسة في داخل السوق. إذن لا يوجد هناك تعارض بين الأربع أبعاد، ولكنها تعمل بشكل متوازن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.